السلام عليكم في فيديو جديد من apprendre les règles de la pétanque. في هذا الفيديو غنتعرفوا على جوج ديال لي زارتيكل. كاين لارتيكل الثالث بوت اغريي، اذا حنا كنهضروا على الهشوم الهدف. كاين عندنا ارتيكل الرابع اللي كيتكلمنا على لي ليسونس. فيما يخص هذا لارتيكل الثالث، عندنا لي بوت سون اون بوا، اذا هنايا البوشونات يكونوا بالخشب، ما كنعرفوا هاد او ماتيير سانتيتيك، اذا هنا يقدر يكون كذلك من واحد الماده اللي هي مصنعه. بورتون لو لابيل دو فابريكون اي ايون في لوبجي دون هومولوغاسيون دو لا فيديراسيون انترناسيونال دو بيتونك اي جو بروفانسال اون ابليكاسيون دي كاييه دي شارج سبيسيفيك ريلاتيف او نورم ريكويز. إذا في هذه الفقرة كيتكلم لنا على المادة اللي كيتكون منها البوشون الهدف، إذا اللي هو يقدر يكون من الخشب، وغالبا فاش كنتكلموا على الخشب كنتكلموا على واحد النوع من الخشب اللي كيتسمى لو بوي، ولا كاينه هنايا لا الماتيير سانتيتيك، وكيخصو يحمل لنا لابيل أو العلامة ديال المصنع، رغم أنه عندنا حنايا قليل فين كيكون عندنا بوشونات اللي فيهم هذه العلامه ديال المصنع، لكن حنا كنا كنكتفيو خصوصا بواحد النقاط اخرى اللي غادي نتكلموا عليها هنايا في نفس هذا الارتيكل هذا. اذا من بين الاشياء الاخرى لوغ ديامتر دو تيتر دو 30 ملم، هنا توليرونس بلوز او موان 1 ملم. بالنسبه لهاد النقطه هذه هي من بين النقاط اللي جا بها هذا القانون الجديد، قانون مؤرخ كما قلت بجانفي 2017، اذا في شهر 1 2017 كان هذا هو اخر قانون. وهنايا من بين الاشياء اللي جا بها هذا القانون هو انه كيتكلم لنا على القطر ديال البوشون، كيخصو يكون حوالي 3 سنتيمتر او 30 مليمتر، مع احتمال انه يكون زائد ولا ناقص 1 مليمتر، بمعنى نقدروا نقبلوا واحد البوشون اللي فيه 2.9 سنتيمتر او 3.1 كذلك سنتيمتر. في القانون اللي قدم منه كنا كنقبلوا بواحد البوشونات اللي كيكونوا اصغر، كنهضروا على 2.5 سنتيمتر وكنقبلوا في اللاعب، لكن منين جا هذا القانون حيد المجال لهذيك البوشونات الصغار، وبقات عندنا فقط هاد البوشونات اللي هي القطر ديالها 3 سنتيمتر. حتى البوشونات عاوتاني اللي كبر من هاد القطر هذا فهي ما مقبولاش. هنا نقطة أخرى هو لو بوا، الكتلة ديال هاد البوشونات دوا تيتر كومبري أونتخ 10 إي أونتخ 10 إي 18 غرام. هنا كنهضرو على الكتلة اللي كتكون محصورة ما بين 10 و 18 غرام. هاد النقطة حتى هي من بين النقاط الجديدة اللي جا بها هاد القانون ديال 2017، حيث أن ما بقينا ولينا كنحددوا الكتله ديال البوشون، بحيث قبل ما كناش كنتكلموا على هذه النقطه هذه، ومزيان انه يتحدد. فاش كيتحدد كنعرفوا سورتو اننا خدامين بوشون اللي هو مصيد واحد الماده اللي هي مقبوله. كذلك حتى الكتله كتكون دليل على واحد المعطيات اخرى، فاش كيكون عندنا واحد البوشون اللي خف من 10 غرام فهو غالبا يقدر يكون واحد البوشون اللي مصيب من واحد الخشب، ولكن ما تبريساش قبل ما يتصيب، وبالتالي هذاك تيكون خفيف وتيكون كي غير كتضرب كره ولا فما كيبقى تضرب كيبقى الاثار ديال هذيك الضربات، وكيتغير الشكل ديالو، ومن بعد واحد جوج مباريات ولا ثلاثه كنوليو نلقاو هذاك البوشون ما بقاش كروي الشكل. وفاش كيكون البوشون ما بقاش كروي الشكل راه نورمالمون ما بقاش مقبول باش اننا نلعبوا به. كذلك فاش كنتكلموا على بوشون اللي كيتجاوز او كتجاوز الكتله ديالو 18 غرام، اذا فهو بوشون اللي تيولي شيئا ما خطير على اللاعبين، لانه فاش كيكون واحد الكتله كبيره الا مشات تطيح فوق منه كره فممكن انه يمشي بواحد السرعه قويه وانه ياثر على سلامه اللاعبين. هنا في هذه النقطه هذه تيتكلموا لنا على لي بوت بان سون اوتوريزي مي ني هو ني لي بوت en bois ne doit pouvoir être ramassé avec un aimant. هنا كيهضروا لينا على امكانيه اننا نخدموا ب
بوشونات اللي هي ملونه، حنا عارفين هادشي كنشوفوهم في الدوريات، يعني البوشون ما كيبقاش عنده غير اللون ديال الخشب، وانما تيولي عنده الوان مختلفه. وصراحه هاد الالوان كتكون تساعد على رؤيه البوشون، لان غالبا اللون ديال الخشب اللي هو هذا لي بوت اون بوا اللي كيهضروا عليهم هنا، فهو مزيان ولكن كيقدر انه اللون ديالو تيقترب من اللون ديال الارضيه ديال التراب، وتيصعب الرؤيه ديالو. ف تيكون من الافضل هاد البوشونات اللي كتكون ملونه، وفاش كنقولوا ملونه يقدر يكون لون واحد والتي تقدر يكونوا عده الوان. ما زادونا هنا واحد النقطه هي انه لو دواف بوفوار ات غاماسي افيك ان نيمو. اذا هنا كيحاولوا انهم يتكلموا لنا على ان البوشون ما خصوش يكون كيجرو مغناطيس، يعني هذا لان البوشون يقدر يكون لان فواحد الوقيته، وهذا تدخل في اطار بعض الانواع من المشاكل اللي كيتعرض لها اللاعب اللي كيكون عنده هذيك بحال ستيلو اللي كيغمص به الكرات. فكلكم تقدروا تكونوا كتشوفوا بانه كاين واحد ستيلو، وهذاك ستيلو كيكون فيه في الراس ديالو واحد المغناطيس، وان هذاك ستيلو كيتجبد بحال هكا بحال لونتين، وكنكون عنده دوبل فونكسيون ثلاثه شي مرات، تيكون نيت فيه ستيلو كيكتب، وتيكون عندنا الا جبدناه كيكون بحال لونتين ديال الراديو. وفاش كنجبدو كنقدروا نستعملوه كاداه للقياس، كنجيو كنعبروا ما بين كره والبوشون. وغالبا الجهه اللي كتكون من جهه البوشون هي الجهه اللي كيكون فيها المغناطيس، وهذاك المغناطيس الا مشينا حتى عبرنا وكان هذاك البوشون قادر انه يتجرب من طرف مغناطيس، فهذا كيقدر اننا اون فوا نزلو بهذه الاداه ديال القياس ان البوشون يتجذب لنا نحو هذاك المغناطيس، وغادي يخسر لنا العبار ديال الكرات. اذا هذه من بين النقط اللي كيتكلموا فيها هنايا على لو بوت. بالنسبه للارتيكل الرابع فهو كيتكلم لنا على لي ليسونس. هنا بور سانسكريغ دون اون كومبيتيسيون شاك جوور او جوويز دو بريزونتي سا ليسونس او سولون لي ريغلومون دو سا فيديراسيون اون بيس بروفون سون ايدنتيتي اي لو فيت كو كيل او ال اي لي مومبر دو سيت فيديراسيون. هنا في هاد النقطه هادي غنبغي نتكلم في واحد شويه ديال تاريخيا. ف تاريخيا كان عندنا قانون قديم اللي كيقول بان البوشون فممكن يكون في لاطابل، يعني يكون عند الحكام، عفوا ماشي البوشون، كنهضروا هنايا على ليسونس. ف بالنسبه لا ليسونس فكيخص ممكن انها تكون عند الحكام، ولا ممكن ان هذيك لا ليسونس تكون عند اللاعبين. وتيكون هذا القانون بشكل واضح انه الا كانت هاد لا ليسونس او الرخصه الجامعيه الا كاينه عند لا طابل، فاي لاعب ما كيبقاش عنده الحق انه يطالب بها. ولكن اذا كانت ما مجموعاش كانت عند اللاعبين في هذه الحاله، فكل لاعب تيقدر يطلبها من اللاعب الخصم ديالو. هنا عاوتاني كان عندنا جوج ديال القوانين متتاليه. القانون القديم كاع كان كيتكلم على ان هذيك لا ليسونس ما يمكن ليا نطلبها من لادفيرسير الا في البدايه ديال المباراه، بمعنى اون فوا تنجي تنبغي ندير لا بياس مع لادفيرسير قبل ما نحط داك لو سيركل الرون قبل ما نلوحو لا بوشو، وكنكون تنشك بان هذا اللاعب راه ما كيتوفرش على رخصه وكذلك، فمن حقي انني نطالبو. كنجي كنقول له اسمح لي واش ممكن تقدم لي لا ليسونس، وانت انا نقدر نقدم له ديك الساعه لا ليسونس ديالي. هذا القانون القديم. جا من بعد منه واحد القانون اللي قال لك اودي ماشي مشكل، واخا تبدا معاه المباراه فممكن تطالبو بلا ليسونس. بحال القانون القديم كان كيقول لك اودي راه الا بديتي معاه المباراه راك قبلتي بهذاك اللاعب، وبالتالي راك غادي تلعب معاه المباراه وما تقدرش تطلب منه لا ليسونس. كما قلت جا القانون اللي من بعد منه وهو يولي كيسمح بانك تطلب، الا هادشي تنقولو الا كانت لا ليسونس ما كايناش في لاطابل، انك تقدر تطلب منه لا ليسونس اي لحظه من اللحظات ديال المباراه. خلاص بالنسبه للحكم فهو كيطلبها في اي وقت،
من اللاعبين الى في حالتي اللي ما كانتش في لاطار. هادو كنقول انها قوانين قديمه، اذا كان عندنا القانون القديم كاع ثم القانون اللي تابعو. وعاد باش كاين هذا القانون اللي هو قلت لكم ديال جونفي 2017. الجديد اللي جا به هذا القانون هو شيء جميل الى طبقناه كما ينبغي. هنا كيقول لنا فور سانسكريغ باش يمكن لك تسجل في واحد لا كومبيتيسيون، في واحد الدوري رسمي. شاك جوور او جوواز دوا بريزونتي سا ليسونس. هنا هاد النقطه هذه الا قدرنا اننا نطبقوها بالحذافير ديالها غادي نكونوا تجاوزنا بشكل كبير المشكل ديال لي ليسونس. علاش؟ لان هنا كيكون الدور ديال المسؤولين ديال الانديه. المسؤول ديال النادي هو اللي كيسجل، هو اللي كيسجل اللاعبين بالنسبه لواحد الدوري الرسمي. اذا الا كانوا هذوك المسؤولين على الانديه كيديروا تماك واحد الفلتر تماك كيحبسوا اي لاعب ما عندوش ليسونس، وهذا تيكون في صالح الجميع. علاش؟ لان واحد اللاعب بلا لا ليسونس ولا بلا رخصه هو واحد اللاعب اللي راه غير مؤمن، ولا قدر الله وقعت شي حاجه تيولي مشكل. اذا الى هذاك المسؤول عن النادي كان مسؤول وبالتالي كيمنع انه يسجل اي لاعب ما عندوش رخصه، فهنا غادي نكون تفادينا كاع هذاك المشكل ديال الرخص وكيفاش خصنا نديروا لهم نهار الدوري وكيفاش نتعاملوا معاهم. علاش؟ لان هنا تيولي المسؤوليه كطيح على عاتق المسؤولين ديال الانديه ولا الكتاب العامين ديال الانديه ولا رؤساء الانديه ولا اللي بغيتو. واحد هنا كيبقى غير كيخصها هذه قانون خاص، حيت كاين هذا القانون حنا اللي خدامين به دابا هنايا هو تنتكلموا على القانون الدولي. القانون الدولي فهناك بعض النقط اللي هي خاصه بالمناطق، وبالتالي هذا القانون تيبقى هو الاطار هو الكبير. وتيخصنا حنا في كل مره فين ما كيبان لينا بانه كاين شي اشكال، فين كاين شي عدم فهم لواحد النقطه ولا عدم وضوح واحد النقطه ولا غير ذلك، ولا باش يمكن لينا نثبتوا واحد النقطه من هاد لي زارتيكل، كيخصنا ننزلوا كذلك بواحد القانون خاص بينا حنايا. اذا هنايا كما كنقول فمن بين الاشياء الاساسيه هنا هي لو اننا يعني خلينا هذوك الرؤساء الانديه ولا المسؤولين عن الانديه يكونوا ملتزمين بهذه النقطه هذه انهم ما يسجلوش في الدوري الا اللي عنده رخصه، فكنظن بان هذا المشكل ديال الرخص غادي، اذا كيفاش غادي نفرضوا عليهم ولا كيفاش؟ هو هنا تيبقى الدور ديال العصاب والدور ديال الجامعه باش دير الاليات الخاصه باش اي لاعب ما يمكن له يتسجل في الدوري الا اذا كانت عنده رخصه. هنا كيزيدونا بانه او سولون لي ريغلومون دو سا فيديراسيون. هنا كنقول بانه كل فيديراسيون تقدر دير هذيك الساعه الامكانيه اللي بغات تقدم واحد لا بيس اون بيس بروفون سون ايدونتيتي اي لو فيت كيل او ال اي لي مومبر دو سيت فيديراسيون. هنا ف نقطه اخرى هي بالنسبه لي فيديراسيون كيفاش ممكن نقدموا مثلا او كيفاش نسجلوا واحد اللاعب. هذه غادي نذكركم بانه كان عندنا حنا في واحد الفتره كنستعملوا واحد الحاله خاصه. هذه الحاله هي الحاله المتعلقه بواحد الشخص كينسى لا ليسونس ديالو ولا ما كيجيبهاش في النهار ديال الدوري، فكان من المسموح ليه انه يقدم هذيك اللائحه اللي هي فيها اللاعبين ديال النادي. هنا كنهضروا على واحد البوردورو ديال ليطا دي جوور. وهذيك اللائحه اشنو كتضم؟ هذيك كتكون عند كل نادي. النادي فاش كيبغي يصايب لا ليسونس للاعبين كيجي كيصايب 25 لاعب كيكون مقيدهم في واحد اللائحه، وهذيك اللاعبين تتكون الاسماء ديالهم الاسم والنسب رقم بطاقه تعريف وطنيه رقم الرخصه تاريخ ومكان الازدياد، وكيكون عندنا حتى العنوان الشخصي في بعض الحالات. اذا فهذاك هاد اللائحه هذه فهي تضم تقريبا كل المعلومات الموجوده في الرخصه، وفي كل لائحه التحت ديالها كيكون واحد الطابع ديال النادي وطابع ديال العصبه. اذا فهاد اللائحه تضم كل المعطيات الموجوده في الرخصه، كتبقى لنا حاجه وحده اللي هي الصوره ما كايناش.
لذلك كان ممكن ان واحد اللاعب اللي كينسى لا ليسونس ديالو في واحد الدوري كيطالبوا الحكم باش انه يجيب له هذه اللائحه، وهذه اللائحه راه ماشي هي ديك باش كنتقيد نهار الدوري، كنهضر لكم على واحد اللائحه كيتوفر عليها كل نادي وفيها مجموع اللاعبين اللي كينتميو لهذا النادي. اذا في هذيك اللائحه تيجي الحكم كيشوف هذيك اللائحه ولا المندوب ديال المباراه كيشوف هذيك اللائحه وكيشوف معها كارت ناسيونال، اللائحه تكون فيها كل المعلومات الموجوده في الرخصه، وكيشوف لا كارت ناسيونال من اجل الصوره باش يشوف واش نيه اللاعب اللي امامه هو صاحب هاد المعطيات. لكن هاد النقطه هذه كان بحال واحد التساهل، ولكن كيكون لمره واحده في الموسم، بحيث ان هاد اللاعب اللي كينسى لا ليسونس كنقدروا نديروا معاه هاد الامكانيه مره واحده في الموسم. لكن الاشكال اللي كنا كنوقعوا فيه هو انه ما عندناش اليات الضبط. ما معنى اليات الضبط هنا؟ ان هذاك اللاعب اللي كيقدر يدير هذه العمليه في واحد الدوري معين راه يقدر يعاودها في دوري اخر. علاش؟ لان غيلقى حكم اخر، يلقى مندوب اخر، وبالتالي لجنه اخرى كاع ديال المباراه، وما غاديش وغادي يستعمل هذه العمليه، يقدر يستعملها في واحد خمسه دوريات ولا سته. اذا حنا كنا درنا له واحد الترخيص وكنا حطيناه، ولكن هذا الترخيص ما حطناهش بالاوتور ديال بالاليات اللي كتضبطوا. اذا اذا كنا بغينا نتسامحوا معاه بهذه الطريقه هذه، كان كيخصنا نشوفوا طرق اللي كذلك كتخلينا اننا نتحكموا ان هذا اللاعب غيدير هذه العمليه مره واحده. انا هذا الشيء كنناقشوا فقط هي قوانين كما قلت اللي هي سابقه، كاين بعض العصاب اللي ما كتقبلش حتى بهذا الشيء وما كديروش. لكن هنا نقدروا كما قلت البدايه هي التسجيل. اذا الا كنت كنحبس اللاعب من التسجيل من نهار المباراه، كنولي انا كلاعب كنجي مرتاح للدوري. علاش؟ كنعرف راسي انا راه عندي لا ليسونس لانني سمحوا لي باش نتسجل، وكذلك اي لاعب كاين معايا في الدوري كنكون متهني بانه راه عنده لا ليسونس. وهنا في هذه النقطه كنكونوا تجاوزنا واحد مجموعه من المشاكل مرتبطه بالرخصه او بلا ليسونس. اذا توضيح لهذيك النقط اللي سبقنا وقلنا، قلنا بان لو بوت فالقطر ديالو تيكون هو 3 سنتيمتر، حنا كنتكلمو على 30 مليمتر، يقدر يكون لون ديال الخشب او اللي يقدر يكون ملون، اما بلون واحد او عده الوان. الدوات اتر اون بوا، هنا حتى لو بوا كاين لو بوي، واحد النوع ديال لو بوا، هو ماتيير سانتيتيك. هنا افواغ ان ديامتر دو 30 مليمتر. هنا لو بوا، هنا من بين الاشياء اللي تزاد بزاف هي لو دوات اتر كومبري اونتر، يعني الكتله تكون ما بين 10 غرام و 18 غرام. وهنايا كيتكلموا على البوشون انه يقدر يكون مسبوق بلون او عده الوان. هنا انه دو با بوفوار اتر ماسي افيك ان ايمون، وهضرنا عليها انه ما يمكنلوش يتجذب بالمغناطيس. هنا كلكو رابيل، وغادي نشوفوا هاد لي رابيل من بعد فيما يخص البوشون. اون مينوت بور لو لونسي دان سيركل فالابل، اذا تكون عندنا الحق في دقيقه باش نلوحوا هذاك لو بوت. مي هذه كانت في القانون كما قلنا، يعني هذا القانون هذه تكون عندنا لونسي واحد دابا في هذا القانون الجديد، غادي نهضروا عليها فاش نوصلوا لهاد النقطه هذه. ان متر دو توت اوبستاكل اي دان تيران انتيردي، اذا بالنسبه لنا لو بوت تيكون على واحد متر على كل اوبستاكل، وغادي نهضروا على الاوبستاكل فاش نوصلوا ليه، ولا تيران انتيردي، وغادي نهضروا حتى على تيران انتيردي. سي لي تي ماركي، اذا كان تراسي اون لو رولونس دان سيركل بلاسي او تراسي ا لوندروا او ايل تي افون سون انيلاسيون او سون ديبلاسمون سور ان تيران فوازان. هنا كيهضروا لنا على انه البوشون الا مات تنرجعوا به للبلاصه اللي كان فيها في اخر مره قبل ما يموت، فهاد الحالة الا كان تراسي. وهنا كيهضروا على واحد النقطه اخرى، سيل نيتي با ماركي اون لو رولونس دان سيركي بلاسي او تراسي ا لوندروا او اي لي سورتي دو تيران. هنا هاد النقطه هادي حتى هي غادي نبغي نوضحها اكثر فاش غادي نبغيو نهضروا على لي تيران ديال اللاعب. هادشي باقي نرجعوا ليه من بعد، هادي فقط هاد غوسون دي رابيل اللي عندهم علاقه بالبوشون. اذا هنا بالنسبه لهاد النقطه هادي، فعندنا لارتيكل 3
كنهضروا على هاد لو بوت كيما قلنا تيكون اون بوا ماتيير سانتيتيك بورتون لابيل دو فابريكون ما بين 10 و 18 غرام. هنا ما بقاوش عندنا دوك البوشونات اللي هما صغار. لو بوت بان اللي هضرنا عليه انه يكون مصبوغ ولكن ما يتهزش بالمغناطيس. با دو بانتور ميتاليزي، هنا كان عندنا المشكل ديال ميتاليزي. با دو بوتي كلو ايمونتي كي كول ماجيكمون لو بوت على بول، هنا كان بحال واحد النوع من الاشياء اللي كتخسر اللاعب، لان البوشون فاش كيكون عنده امكانيه انه يلتصق باي كره ف كيكون عنده، لان علاش كان كيلتصق هنا كانوا كياخذوا البوشون كيضربوا فيه مسامر اللي هما صغار، وهذوك المسامر كيكون فيهم بحال مغناطيس، وفي هذه الحاله كيكون كيجذب هو اللي كيلتصق بالكره، فهنا ما غاديش يبقى عندنا امكانيه باش نلعبوا بشكل عادي. هنا النقطه اللي هضرنا عليها pour s'inscrire dans une compétition chaque joueur se doit présenter sa licence. فقط في هذه النقطه هذه نبغي نرجع ليها، كاين عندنا واحد الاشكال اللي باقي خصو يلقاو ليه حل، يتعلق بالبطاقات ديال اللاعبين المغاربه اللي هما كيلعبوا في الخارج اولا بطاقات ديال الاجانب. اذا هنا كان كذلك واحد جديد في القانون، هذا عنده علاقه بالقوانين الاساسيه ماشي بهذا القانون ديال الرياضه. القوانين الاساسيه نقدروا نرجعوا ليها من بعد. اذا بالنسبه لهذه النقطه هذه، ف القانون الاساسي القديم كان كيسمح واحد اللاعب اللي عنده بطاقه ديال الخارج انه يلعب مع واحد النادي بواحد الالتزام اللي هو مكتوب، التزام تيمشي كان كيديرو تيليغاليزيه وكيصايبو بانه انا اللاعب كذا كذا الحامل البطاقه الوطنيه وهذا، انني التزم نلعب مع واحد النادي واحد المده ديال شهرين من لا داتيل حتى لا داتيل، وتيكون عنده الحق في هذه العمليه مره واحده في الموسم. فجاء قانون من بعد منه اللي رخف من هذه النقطه. علاش؟ الهدف كان هو ان اللاعبين ديال المغرب يلعبوا مع لاعبين اللي هما كيتعتبروا ابطال، كيتعتبروا محترفين، وبالتالي كيستافدوا من الخبره ديال هاد اللاعبين. ف ولات الامكانيه ديال ان لاعب بطاقه اللي هي بطاقه ديال الخارج تيقدر يولي يلعب بها، ورخصه ديال الخارج يقدر يولي يلعب بها مع جوج اللاعبين ديال اي نادي كان، وهذا كان شيء جيد في واحد الوقت. هنا دابا حاليا ولا عندنا الاشكال، كاين اللي تيبغي يرجع تطبيق النقطه السابقه، وكاين اللي تيبغي يبقى في هذه النقطه الجديده. هنا كيبقى الدور ديال القوانين العامه اللي غادي تحاول انها توضح هذه النقطه بشكل واضح، وتحدد واش هذا اللاعب يلعب، كيفاش يلعب، اشنو هي المعايير باش يمكن يلعب، وشنو هي الطرق باش يمكن يلعب. كان شكرا لكم على المتابعه، ونتمنى نتلقاكم في فيديو جديد وارتيكل جديد. تابوناو مع لاشين وما تنساوش تفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد.